فريق عمل حراك أتويلو ليستعد لتنظيم مهرجان المسرح المدرسي الأول بمساهمة أهالي مدينة زوارة. المهرجان الأول من نوعه جعل فريق العمل يشد الهمة منذ أكثر من شهر ليبدأ بصيانة المسرح الذي سيستقبل أكثر من 29 مسرحية في أيام المهرجان الثلاث صباحا ومساء. حيكون في لجنة تحكيم مكونة من 4 أشخاص، 3 أشخاص جايين من المغرب الشقيقة أكاديميين في المسرح، بالإضافة للممثل الليبي الأستاذ سعد الجازوي. مهرجان المسرح المدرسي الأول اللي سيقام بمدينة زوارة في صالة الشهيد فرحات حلب. طبعا المهرجان سينطلق يومي 20 12 21 و22 على مدى 3 أيام متواصلة. المدارس المشاركة هي الأخرى بدأت الاستعداد والتمرين على أداء الأدوار والمنافسة على لقب أول مهرجان للمسرح المدرسي، بعروض متنوعة منها الدرامي والكوميدي والنقدي وغيرها من العروض التي سيقدمها الطلاب بفئات الابتدائي والإعدادي والثانوي. كل هذه المجهودات التي يبذلها الحراك لإنجاح مهرجان المسرح المدرسي الأول، المسرح المدرسي تربية وتواصل، رغبة منهم لإثبات أن ليبيا بلد الثقافة والفنون. بالنسبة للحملة الإعلانية المقترحة حاليا، طبعا درنا مجموعة لافتات ودرنا مجموعة بوسترات ونشرناهم، وترنا طبعا زي البرومي كصغير دعاية بينزل إن شاء الله في بعض القنوات الليبية. وبالنسبة للفريق الإعلامي يتكون طبعا من 5 أشخاص، 2 مصورين والباقي طبعا في التنسيق الإعلامي وفي الدعم الفني وفي التوثيق. إذن زوارة تفتح مسرحها على أول عرض مسرحي منذ فترة طال أمدها، ليعيد أبناء حراك أتويلول الأنوار إلى خشبة مسرح زوارة، لعلها البداية التي ستفتح طريقا كان مسدودا لسنوات. لقناة النبأ، راضي غواز، زوارة.